هيدي اللعبة رح نختبر قدرات الجمهور انه يعرفوا بعض التواريخ الصعبة. ريدي؟ اورايت. اي متى انكتب الدستور اللبناني؟ 1926. برافو. مين قال 26؟ جيبوها 26. برافو. هيدا لك شان. اكبر صحن حمص، هل هيدا حدث تاريخي غير مسار البشرية ولا كيف؟ شو رايكم؟ يعني تصوروا مثلا هيك في نازا عم بتقرر بدها تزرع شوي خضره على المريخ، نحن عم نعمل اكبر صحن حمص. فاتوا ما ضيعت وقت. اي متى اخترعت الكتابه؟ نرجع كثير لورا. قبل بكثير. لا نحن بدنا الفينيقيه، ما نفوت الفينيقيه بحياة لا شيء. ما اخترعوا، طوروا الابجديه. اوكي. عملوا شيء كثير مهم يعني. كتابة ما خاصه بالفينيقيه، هي ب 3500 قبل الميلاد ببلاد ما بين النهرين ومصر الفرعونية. يعني في شيء صار بلا الفينيقية. هلا سؤال كثير مهم للرأي العام، مين عمل أول كبة نية؟ لا مش الشيف أنطوان. لا مش الشيف أنطوان، أوكي؟ نو أيديا. ما في كثير صعب تلاقي من وين إجت أكلة معينة. هي موجودة بكل المنطقة. هل فخر الدين استورد الأرميد؟ إيه ولا لا؟ لا. لا لا هو هيك بكل بساطة. كيف بعرف؟ المباني اللي هو عمرهم ما في أرميد، وأنه موجود بسجلات شوفات عبور بيروت. اللي حبيته بالقصة شال أنه بالقليلة بوقتها كان في سجلات ببور بيروت.